Saudi Arabia's crown prince. La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée. Ce soir, nous recevons Guillaume Lascouvarias. Bonsoir. جيو إكسبرس. أهلا وسهلا بمستمعينا في جيو إكسبرس، هذه الحلقة الأخيرة في البرمجة الصيفية. استنينا الجمعة الجاية إن شاء الله بشي يكون موعد كالعادة مع جيو إكسبرس، لكن اليوم حلقة خاصة بمستجدات الأحداث التي تعيشها إفريقيا. سلسلة الانقلابات العسكرية متواصلة، ويبدو أن المد التغييري والتغييرات خاصة السياسية ما زالت متواصلة في القارة الإفريقية. اليوم الحديث بشي يكون مع ضيفي مباشرة من مصر، الأستاذ المختص في العلاقات الدولية الأستاذ سعيد صادق، للحديث معه حول آخر الانقلابات العسكرية في الجابون، من يقف وراءها، ما هي تداعيات هذا الانقلاب العسكري. أكثر تفاصيل سنكتشفها مع ضيفنا لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور. أستاذ سعيد صادق، مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك. شكرا لك. في تصريح للمرشح الجابوني السابق بواشنطن أندري بواسا في لقاء له مع قناة العربية، قال أنه الجيش الغابوني أعلن عن إنشاء يعني مؤسسات انتقالية على مراحل دون تحديد المدة الزمنية، لكن فيما يتعلق بمن يقف وراء هذا الانقلاب، قراءته تقول أنه فرنسا والرئيس علي بونغو يقفان وراء ما يحدث اليوم في الجابون، والانقلاب العسكري يعتبره غامض. ما قراءته في من يقف وراء هذا الانقلاب؟ طبعا فكرة المؤامرة ليست مستبعدة، لأن السفارة الفرنسية في ليبرفيل بتتابع طبعا الانتخابات، وكانت شايفة أن شعبية الرئيس علي بونغو بتضعف، خاصة أنه أصيب بأزمة قلبية في 2018 وقعد يتعالج لمدة سنة، وشعبيته منخفضة، اتهامات بالفساد. فممكن لتجنب أن يحدث ثورة ضد النظام، ممكن يكونوا عملوا الموضوع الانقلاب دوت عن طريق الحرس الجمهوري، فيبان أنه هو جزء من سلسلة الانقلابات اللي بتحصل في منطقة الساحل، ويبقى كده نوع من الإجهاض أي ثورة في المستقبل. لكن ممكن يكون أيضا أنهم حسوا الحرس الجمهوري والشعب أن هذه العائلة اللي بتحكم الجابون منذ استقلالها أنا لها الآن الرحيل، فرجبوا برضك موجة الانقلابات اللي بتحصل في منطقة الساحل، وظهر أن احنا نعمل هذه العملية. فطبعا ممكن تجدي هذه الحكاية. منطقة الساحل للمعلومات العامة هي من 10 دول، وموجودة في المنطقة حوالي بين الصحارى، الصحراء الكبرى وجنوب إفريقيا. الدول دي أغلبها عنده مشاكل عديدة جدا داخلية، منهم دول فرانكوفونية، وفرنسا لما خلتهم يستقلوا سياسيا لم تسمح لهم بالاستقلال الاقتصادي، والتواجد الفرنسي في هذه الدول بهدف مكافحة الإرهاب من ناحية، واستخلاص الموارد الطبيعية اللي موجودة في هذه الدول، سواء يورانيوم سواء بترول وما شابه. يعني نعرف أنه الجابون هي ربما جمهورية النفط الإفريقية، وهي عضو بالأوبيك، وفي المقابل رغم أنها من الدول الإفريقية الغنية بالنفط، لكن الشعب يعني تحت خط الفقر، فقط ثلث السكان هم من يعيشون في الرفاهية. اليوم هذه الدولة يعني عرفت سلسلة من الانقلابات التي فشلت، وربما آخرها الانقلاب لسنة 2019. ما الذي تغير حتى حدث هذا الانقلاب العسكري، والذي كما فهمنا من قراءتك ربما هو بتخطيط ومتابعة غير مباشرة من فرنسا؟ هل خافت عن أن تفقد آخر يعني معاقلها الاقتصادية في إفريقيا؟ شوفي، الغرب دلوقتي مشغول بموضوع أوكرانيا، وده يمكن شجع روسيا والصين والقوى الداخلية داخل هذه المجتمعات أنها تتحرك. ما ننساش أن أغلب شعوب دول الساحل سواء النايجر أو الجابون شباب وأجيال جديدة،
جالها ملل من الطبقة السياسية الحاكمة اللي منذ الاستقلال وهي كمان متكلسة وبتاخد أموال ضخمة من صوت هذه البلاد. يعني في بعض الدراسات كانوا بيتكلموا ان 80% من صوت والدخل القومي للجابون بيروح لعائلة بونجو. فطبعا تخيلي هذه المبالغ ويترك فقط للشعب 20%، فطبعا هذه كارثة. لكن ده منتشر في كل دول النامية، موضوع الفساد، عدم المحاسبة، سرقة النخب الحاكمة بتسرق الشعوب، فده ما هوش جديد. النفط هي دولة من ضمن 13 دولة من دول أوبك، لكن هي أقلهم في الإنتاج والتصدير، يعني هي ما هيش من الدولة العمالقة، يعني في موضوع حوالي 220 ألف برميل يومياً. لما نتكلم على مثلا ليبيا تطلع من 900 لحوالي مليون، السعوديه 9 مليون، فاحنا ما نقدرش نقول انها. اذا ما اهميتها بالنسبه لفرنسا الجابون، خاصه ما معناه الذي يفهم منه انه هي حاولت ان تسيطر على اي امكانيه متغير في هذه الدوله؟ هي فرنسا دائما عايزه تحافظ على النهب الاستعماري اللي عملته، هي اقنعت الدول انها ادتهم استقلال سياسي، لكن كانت شركاتها بتستولي على المصادر الطبيعيه، والنخب الحاكمه كانت بتتعاون معاها وليهم علاقات ودائما بتدعمها. ويمكن اخر زياره احنا شفناها لعلي بونجو في باريس وقابل ماكرون وعلاقات قويه جدا. علي بونجو متجوز فرنسيه سيلفيا، ويعني العلاقات وطيدة جدا. الشركات الفرنسية مستولية على أجزاء كبيرة من الاقتصاد اللي هناك، وده كمان بيجعل من الصعب جدا أنهم يطلعوا، ولحد دلوقتي ده ما تأثرش. وده برضك ممكن يفيد نظرية المؤامرة في أن كل المصادر الطبيعية لم تتأثر بهذا الانقلاب حتى الآن. النفط لا يزال بيتم استخراجه وتصديره، المناجم بيتم ايضا العمل فيها ومفيش اي تغيير. فكل ده يفهمك ان ممكن يكون نوع من الصفقات او المؤامرات تم نصبها من وراء الكواليس، خاصه ان الرئيس بونجو نفسه مريض وما يستطيعش يستمر. وهو كمان استفز الناس لما غير في الدستور وعمل مره ثالثه، لان الدستور هناك كان بيقول فقط مرتين للرئيس، لكن مرة ثالثة برضك لعب في التعديلات الدستورية ونزل في الانتخابات. ويوم السبت دوت اللي حصل ان هو كسب فوق 63%، وده استفز الشعب واستفز قوى عديدة، ويمكن ده كانت الفرصة اللي هي اتعملت. ولذلك لا تستبعدي ابدا ان السفارة الفرنسية والجهات الفرنسية اللي موجودة هناك كانت بتتابع وكانت حاسة ان هيبقى في رد فعل سيء لو هو فاز بالطريقه المعتاده التقليديه اللي بيعملها، وانها من الافضل لها انها تتدخل وتنقذ المصالح الاقتصاديه الفرنسيه من ان يحصل فوضى في هناك. يعني يفهم من تحليلك استاذ سعيد، يعني ستختار فرنسا كذلك من سيخلف الرئيس المخلوع، وسيكون حتى تحت إشرافها عملية انتخابه أو تنصيبه على الحكم. وهل هذا مرتبط كذلك بموقف الصين؟ يعني هل هناك تنسيق كذلك غير مباشر بين فرنسا والصين؟ لأنه على خلاف الموقف المتشدد الذي لمسناه من قبل فرنسا تجاه الانقلاب العسكري في النيجر، والذي ما زالت إلى الآن تتمسك بإبقاء السفير بالنيجر وبرفها لما حدث في النيجر، اليوم هل يمكن أن تنجح فرنسا فيما يحدث في الجابون دون المساندة من الصين؟ شوفي، الصين وروسيا وفرنسا وأمريكا متواجدين في هذه المنطقة لأسباب اقتصادية بحتة. نعم. وفقط موضوع محاربة الإرهاب ده برضك موجود في الجوانب، لكن الأساس هو اقتصادي. التواجد الروسي والصيني طبعا ليه اهداف اخرى. هم شايفين ان الغرب بقى منهمك في موضوع اوكرانيا، فهي فرصتهم انهم يتوسعوا في منطقه افريقيا. الصين عندها من زمان مشروع الرود اند بيلت، مشروع الطريق والحزام ديت، اللي هي عايزه تبقى متوسعه اقتصاديا
في مناطق عديدة خاصة إفريقيا، منافسة الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا على إفريقيا لا تزال مستعلة على السيطرة الاقتصادية. فطبعا التنسيق ده موجود، ولكن مش بدرجة أنهم هيتحالفوا مع بعض، لكن هم مش عايزين أيضا حرب أهلية. ما حدش عايز يبعت قوات يحارب في الجابون ولا في النيجر، حتى شفتي الدعوات اللي لها انهم هيعملوا تدخل تراجعوا عنها، ما حدش عايز يعمل تدخل، وده اللي بيشجع هذا النوع من الانقلابات انها تستمر في المنطقه. نعم. في موضوع آخر يعني يمس مباشرة دول شمال إفريقيا فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، وما تأثير ما يحدث في سلسلة هذه الانقلابات العسكرية على موجة الهجرة غير النظامية، هل يتوقع أن تزيد أكثر اليوم وصولا إلى الجابون، أو ربما سيكون هناك سيطرة أكثر على هذه الظاهرة في التي ما زالت في التزايد؟ في أسباب عديدة للهجرة الغير شرعية، منها عدم الاستقرار السياسي وغياب الأمن، انتهاك حقوق الإنسان، ممكن تتكلمي كمان عن ضعف الحكومة وضعف تطبيق القوانين، كل دي مع انعدام أي استقرار ده ممكن يدفع للهجرة الغير شرعية. لكن حتى هذه اللحظة احنا مش شايفين حاجة بتحصل في الجابون، النيجر الحدود مغلقة، فما احنا شايفين بردك أي تحركات إنها تؤدي إلى هجرة ضخمة أو أي حاجة من هذا النوع. فالوقت مبكر قوي إن احنا نتحدث إن في حاجة هتحصل أو إن الهجرة غير شرعية هتزداد من هذه المنطقة. نعم، شكرا لك للأستاذ سعيد صادق المختص في العلاقات الدولية على هذه التفاصيل، شكرا لك. مازلنا معاكم في جيو إكسبريس، وش نمشي ونشوفوا قراءة أخرى لكامل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الانقلابات العسكرية، في قراءة أخرى كذلك فيما يتعلق بموقف فرنسا الأخير من خلال السياسة الخارجية بالقارة الإفريقية.